انتم ممكن تساعدوا السنة الجاية من اول شهر 10 السنة الجاية ان شاء الله لغاية شهر مارس السنة الجاية، يعني 10 و11 و12 ويناير وفبراير ومارس 6 اشهر، ان احنا نلتزم بمعاملة السياح. تخيل بقى لو احنا عملنا السياح بقى بالطريقة بقى وايه وتعاملنا معاهم على انهم تجارة، ما السياحة تجارة، وكانت قضيتنا ان احنا نوفر لهم احسن حاجة واحسن معاملة، والجماعة البياعين في المحلات مش بقى بقالهم مدة ما في السياحة يبقى الحاجة ام 5 جنيه يقوموا قايلين لهم ب50. ما احنا جهلة بنعمل ده، انما لو احنا زي ولاد عمنا بقى ما نعملش ده. ليه؟ نجيبهم على حجرنا الاول وبعدين نقعدهم وبعدين نطبطب عليهم وبعدين نشيلهم نحطهم جنبنا على الكرسي وناخد منهم حق الكرسي، انما احنا عايزين حق الكرسي على طول، هات على طول، يب يروح ما يجيش. سببه الجهل.